قرب الحدود العراقية الإيرانية تقع قرية جرف الملح الذي تحول اسمها إلى قرية البتران بسبب تعرض معظم أبنائها لبتر أطرافهم نتيجة إصابتهم في انفجار الألغام التي خلفتها حرب استمرت 8 سنوات بين بغداد وطهران. طلعت قبل على الجبهة، أي بعد فلوس ماكو، مصرف ماكو، وين تروح؟ طلعت على الجبهة أول يوم انبترت، أول ما طلعت كلش أول يوم، أي أطلق علي لقوم رجعت، بغيت تقريبا 6 أشهر على ما طفت، شديت رجل النوب هم طلع، استمريت بعد حصار، استمريت بالعمل. وبسبب الفقر والجوع الناتج عن الحصار الدولي الذي فرض على العراق عقب غزوه للكويت، كان الكثير من أهالي قرية البتران بجنوب العراق ينقبون في الصحراء بحثا عن أي معادن يبيعونها، ولكنهم كانوا لا يجدون في انتظارهم إلا الألغام. هاليوم طق علي صاروخ انبتر أو مات، يوم ثاني هم يطلعون، يعني إذا الحصار عليهم، يعني إذا ما يشتغلون يعني يقتلهم الجوع، فيرحون مستمرين يرحون حتى لو تموت الناس. هذا بعد هم يشوفه بعينه صاحبه، اليوم طق عليه صاروخ، هذا شافه مات، يوم ثاني يطلع يشتغل صاحبه نفس، ماكو يعني ماكو يوم ما يشتغل، الفقر ما الحصار عليهم. ولمساعدة 8000 عراقي تعرضت أطرافهم للبتر جراء الألغام، شاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في افتتاح مركز للأطراف الصناعية في مدينة البصرة. أعداد المرضى في البصرة المفتورين المسجلين تقريبا هم 8000 مريض، إضافة إلى حالات التشوهات اللي تصيب القدم. طبعا مركزنا ينتج تقريبا من 25 إلى 45 طرف شهريا، بإضافة إلى عملية الصيانة المستمرة للأطراف الصناعية اللي تقريبا هي 80 طرف صيانة شهريا. ومنذ الشهر الماضي فقط بدأت القوات العراقية في تطهير الصحراء المحيطة بقرية البتران من حقول الألغام المنتشرة فيها، في خطوة قد تنقذ باقي أهالي القرية من التعرض للموت أو التشوه.